للحديث أكثر عن الدور الإيراني في اليمن وتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي الفصيل المنقلب على الشرعية، ينضم إلينا ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبر الهاتف من اسطنبول. أستاذ ياسين، بداية مرحبا بك. قبل أيام أعلن الجيش اليمني عن اعتقال خلية حوثية لتهريب السلاح من إيران، لماذا لم تتوقف عمليات التهريب إلى الميليشيا؟ تحية لك والمشاهدين. طبعا لم تتوقف لأن الحوثيون ومن خلفهم إيران يريدون مواصلة المعركة بهدف استكمال المشروع السياسي وهو القضاء على ربيع اليمن والقضاء على الجمهورية في اليمن وإقامة نظام كهنوتي طائفي مرتبط بالمنظومة الإيرانية على مستوى المنطقة، وهذا مشروع واضح ومفضوح والجميع يدركه ويعلمه، ولكن أساليب مواجهته للأسف غير كفؤة وغير قادرة على إنهاء هذا المشروع بهذه الآلية التي نراها اليوم، مع أن هناك كل الإمكانيات لمواجهة هذا المشروع. تقريبا المعارك التي يخوضها الحوثيون تأخذ خطا، لكن عملية التهريب هي معركة بحد ذاتها وهي مستمرة وأدواتها كثيرة وآليتها عديدة، والمجال مفتوح أمام الحوثيين للتهريب، فقد تركت الحديدة ومعظم الساحل الغربي تحت أيديهم ومنعت القوات اليمنية مواصلة القتال. برأيك هل هناك تورط من القوات الأممية في تمرير هذه الأسلحة؟ يعني هذه الأسلحة تهرب رغم قبضة قوات التحالف ورغم الأمم المتحدة؟ التهريب هو تهريب، يمكن للتهريب أن يستمر سواء كان هناك قبضة أو لم يكن، لكن المشكلة هو أنه هناك من يهيئ لاستمرار ظاهرة التهريب بهذه الطريقة الكفؤة. عمليا طالما والحوثيون مسيطرون على الحديدة وموانئها سيستمر التهريب بأي طريقة ممكنة، يعني أطراف عديدة يمكن أن تتورط في هذا المجال. وكان يفترض في هذه الحالة أن تتواصل العملية العسكرية التي تؤدي إلى إخراج الحديدة من تحت سيطرتهم، لكن للأسف توقفت العملية العسكرية في الساحل الغربي، وكان انعكاساتها خطيرة جدا، أولا على مستوى استمرار وصول الأسلحة النوعية إلى درجات إيران اليوم باتت تتكلم بشكل واضح وصريح بأنها أصدرت التكنولوجيا. هي طبعا تريد أن تتهرب من المسؤولية المباشرة عن نقل الأسلحة وليس التكنولوجيا إلى اليمن، هي تنقل أسلحة عملية يعني قطع صواريخ، قطع طائرات مسيرة، وتريد أن تقنع المجتمع الدولي أنها نقلت التكنولوجيا بمعنى المعلومات والمخططات التي تتيح للحوثيين صناعة الصواريخ والطائرات، وهذا أمر غير مصدق وغير ممكن. أستاذ ياسين، يعني العقوبات الأمريكية على إيران تزداد وليس آخرها ربما بالأمس إعادة العقوبات على إيران، ولكن عمليات التهريب من إيران إلى ميليشيا الحوثي مستمرة. يعني رغم هذه العقوبات، يعني من وجهة نظرك اليمن ماذا تمثل بالنسبة لإيران استراتيجيا؟ اليمن ساحة صراع إقليمية مهمة بالنسبة لإيران، وإيران دائما يتصرف من منطلق طائفي في الأساس، وهي تعمل وفق العقيدة الشيعية التي تعتقد أن نهاية الصراع ينتهي بالسيطرة على مكة والمدينة، وهذا أمر وفق النظرية الشيعية يقول إنه الذي اليمن سيكون أو صاحب اليمن وصاحب الشام سيكون لهم تأثير كبير في إنجاز هذه المهمة وهو الوصول إلى الحجاز مكة والمدينة. هذه عقيدة طبعا تتحكم في سلوك إيران العسكري والسياسي والجيوستراتيجي شئنا أم أبينا، ولهذا اليمن تكون أهميته لصلة. طيب ماذا يعني بالنسبة للتحولات المستقبلية، تعتقد أن إعادة انتخاب ترامب مرة أخرى يعني ما تأثيره بالنسبة للدعم الإيراني لميليشيا الحوثي؟ أنا أعتقد أن الانعكاسات المباشرة على مسألة الدعم العسكري الإيراني على الحوثيين، أقصد انعكاسات العقوبة الأمريكية على إيران بسيطة، ستظل بسيطة. المسألة تتعلق بأسلحة يمكن لإيران أن تواصل إمداد الحوثيين بها سواء تعرضت العقوبات أم لم تتعرض، لأنه في النهاية هي تهريب. صحيح أن العقوبة الأمريكية تحدث أثرا كبيرا على المستوى الاقتصادي والوضع الاقتصادي وتحد من كفاءة إيران في التدخلات الإقليمية، لكن هذه المسائل أعتقد يمكن أن تستمر، لأن الدعم يأتي من الحوزات الدينية كما يعلم الجميع، وهناك مليارات الدولارات تزورها هذه الحوزات بإمكانها أن تواصل دعم التنظيمات المرتبطة بإيران. أعتقد أن الشيء الوحيد الكفيل بإنهاء الدور الإيراني السيء في اليمن هو بإنهاء النفوذ السياسي والعسكري للحوثيين على الساحل اليمني، وهو ما لم نراه حتى هذه اللحظة.
الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، نشكرك شكرا جزيلا.